السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض حل امتحانات الكتاب المعاصر الكتاب الاضافي سنه 6 ابتدائي الترم الاول 2024، وبعد ما نخلصه ان شاء الله هننزل مع بعض حل كتاب المعاصر اللي هو المراجعه النهائيه طبقا للمواصفات. ونبدا مع بعض الامتحان الخامس. الامتحان الخامس listen to the dialogue، استمع المحادثه and circle the correct answer، واختار الاجابه الصحيحه from A or B، من A أو B. طبعا في الامتحان هيجيلي اختياري بس أربع اختيارات، هنا اتنين بس. أيا أند رانا، where were you last Friday رانا؟ I went on a fluke on the river Nile. A fluke is it a ship؟ No, it's a traditional sailing boat. What is it made of؟ It's made of wood. Is it difficult to sell a fluke? Yes, it is. The captain usually have the skills to sell it. ده بالنسبة للسؤال الأول. Page 46 صفحة 46. Page 47 صفحة 47. هنا اقرأ وأكمل القطعة. أول نص humans بشر، archaeologists علماء آثار، tools أدوات، advanced متقدم، stone يعني حجر. The area where the Nok people lived، المكان اللي شعب النوك عاشوا فيه، was in Nigeria، كانت في نيجيريا. People found skull pictures، وجد الناس التماثيل المنحوتة. In the area في المنطقة، and not went there، من اللي راح هناك؟ archaeologists يعني archaeologists علماء الآثار archaeologists. وانت زي راح هناك to study them عشان يدرسوها. The Nok culture ثقافة النوك was not أكيد was advanced كانت متقدمة. And its people وناسها made sculptures عملوا تماثيل منحوتة from clay من الطمي and not from iron and stone and tools والأدوات لأدوات الزراعة من الحديد والحجر. Their sculptures تماثيلهم were usually of not of humans لبشر تماثيل لبشر. These sculptures were beautifully made يعني صنعت بصورة جميلة. And had unusual eyes وعندهم عيون غريبة. And hairstyles وقصات شعر طبعا غريبة. السؤال التالت التوصيل زي ما قلنا هو اتلغى لكن ممكن يجي في صورة ترتيب أو اختيارات. شكل السؤال اتلغى لكن الجمل والمعلومات هي واحدة. A kind person الشخص الطيب is nice to others طيب مع الآخرين. I am really interested in أنا حقا مهتم ب ancient Egypt مصر القديمة. Cats القطط have sharp claws and teeth عندها أسنان ومخالب حادة. We need to explore عايزين نستكشف the souks الأسواق on Monday يوم الاثنين. السؤال الرابع choose اختار. Choose the correct answer. Our apartment على طول بلوك شقتنا في الدور 16 on the 16th floor. So we have a great view of the city عندنا منظر رائع للمدينة. Is that the house؟ هل ده البيت؟ نقط your uncle lives اللي بيعيش فيه عمك يبقى where حيث. هل ده البيت حيث عمك بيعيش؟ where للمكان لما اتكلم عن المكان كمكان يعيش فيه مثلا. نادر اند وليد دول جمع حلو. نقط in my class last year في الماضي يبقى where في الماضي تبقى was أو where وعشان جمع تبقى where. My new school مدرستي الجديدة is great رائعة. نقط it's far from my house ولكنها بعيدة عن بيتي يبقى but ولكن. مدرستي رائعة ولكنها بعيدة عن بيتي. السؤال الخامس قطع عليها أسئلة. نقرأ القطعة ونترجمها ونحل الأسئلة. The ancient Egyptians المصريين القدماء loved strong perfumes حبوا العطور القوية. The most popular perfume يعني أكثر عطر شعبي محبوب was called cabbage كان اسمه عطر الكابت. It was expensive كان غالي. expensive غالي يسألني في معناها يسألني في عكسها طول ما تحتيها خط.
because it had a lot of ingredients، غالي عشان فيه الكثير من المكونات. some of which، بعض المكونات، were difficult to find، صعب كمان تلاقيها. but it also had a few common herbs، بس في أعشاب شائعة قليلا. in it فيه the rosemary أو like rosemary، مثل إكليل الجبل، نوع من أنواع الأعشاب. and mint، والنعناع. and spices، والتوابل، like cardamom and cinnamon، زي الحبهان والقرفة. cheaper perfumes، العطور الأرخص، were made from flowers، اتعملت من الورد، herbs الأعشاب. and some types of minerals، وبعض أنواع المعادن. زين ثم mixed with oil، تم خلطها بالزيت. to make a cream، عشان نعمل بيها كريم. or they pressed، أو تم ضغطها. ضغط the dry ingredients، المكونات الجافة. into a cone shape، في شكل مخروطي. to make incense، عشان نعمل incense، بخور مثلا. in ancient Egyptian paintings، في لوحات المصري القديم أو مصر القديمة، you can often see، تستطيع أن ترى، men and women. هيجي لي سؤال في الصفحة اللي ورا، بيقول لي بتعرف إيه تشوف في لوحات مصر القديم؟ you can often see men and women، بتشوف الرجال والنساء wearing these perfume cones، لابسين المخروط بتاع العطور on their heads، على رؤوسهم at festivals، في المهرجانات. ده بدل ما هنكتبه ورا عشان وقتنا، هتنقلوه في المكان المخصص ليه، هنقوله دلوقتي. أسئلة القطع، the main idea of the text، الفكرة الرئيسية للنص، بنتكلم على perfumes، العطور. the underlying word expensive، كلمة expensive is the opposite of، عايز عكسها cheap، غالي عكسها رخيص. they pressed the dry ingredients، ضغطوا المكونات الجافة، of the perfumes، للعطور، into a cone shape، لشكل مخروطي. النوع التاني من الأسئلة على القطع، answer أجب. why was cabot expensive، ليه الكبد غالية؟ هقول because it had، عشان فيها أو عطر الكبد. a lot of ingredients، الكثير من المكونات. وأبدأ أكمل، بعضها غالي ونادر جدا. what can you see in ancient Egyptian painting، بتعرف تشوف إيه أو بتشوف إيه في لوحات المصري القديم؟ هتلاقيها في آخر سطرين وخططنا عليها، لو رجعت للفيديو 10 ثواني أو 20 ثانية هتلاقيها. بنشوف you can see men and women wearing إيه؟ perfume cones، يعني الرجالة والستات فوق دماغهم عطور البخور في شكل مخروطي. دي تكتبوها طبعا، هتلاقوها ورا. السؤال السادس، في أوردر، رتب. ويوجوالي، نحن عادة. work with، نعمل مع. local communities، المجتمعات المحلية. the weather، الطقس. is usually، عادة. sunny، مشمس. in summer، في الصيف. how often، كم مرة. do you play football، بتلعب فيها كرة القدم. our apartment، شقتنا. is، بتكون. on the seventh floor، في الدور السابع. السؤال السابع، ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. the air، الهواء. that comes، اللي بيجي. out of your mouth، من فمك، is called، أكيد breath، النفس. in my free time، في وقت فراغي. I sometimes، not out، hang out، بخرج. with my friends، مع أصدقائي، أخرج أتفسح. السؤال الثامن، write a diary، اكتب مفكرة. entry of about 50 to 60 words، من 50 ل 60 كلمة. using the following guiding elements، باستخدام العناصر الإشارية. لما اكتب مفكرة، أول حاجة أنا بتكلم عن إيه؟ ممكن أقول my favorite bit، ما
ماشي، ممكن اكتب العنوان في النص او في الاول ما دام مفكر عادي. My favorite pet، حيوان الاليف المفضل، واكتب التاريخ وليكن 17th ديسمبر 2023. ممكن اقول ايه؟ هاي ماي ديري او هاي ماي دايري، اهلا يا مفكرتي، وابدا بقى اتكلم بقى. هقول اي لاف، كده احنا كتبنا، نبدا بقى عادي من اول هنا. اي لاف كاتس، ماي كات قطتي is my favorite pet، أفضل حيوان أليف. It is، إنها بتكون independent، مستقلة. It is friendly، ودودة. And kind، طيبة. It has، عندها sharp claws، مخالب حادة. sharp claws، مخالب حادة. And teeth، وأسنان حادة. It عايدة على إيه؟ على القطة. ممكن نقول إيه؟ It only use them، بتستخدمهم فقط when she is scared، لما بتكون خائفة. I like، أنا بحب مثلا betting. I like betting cats، أنا بحب أربي القطط. because، لأن. this، هذا. makes me happy، بيخليني سعيد. كده بقى خلصت الامتحان الخامس. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات، ونتقابل في باقي الامتحانات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.